بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك كلنا عندنا مشاكل في الحياة، كلنا عندنا أمنيات كنبغيو نوصلوا لها إن شاء الله عز وجل. في هذه الصفة من صفات الرواحل نشوفوا السبيل الأمثل والحل السحري لكل هذه المشاكل. ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. في هذا الحديث إشارة إلى مختلف الاحتياجات الإنسانية. فالإنسان كيبغي الله يهديه، يدل على الطريق المستقيم، وشحال فينا كيبغي يطيع الله عز وجل ولكن كتغلبوا المعصية، ربما كيتكاسل في العبادة وفي الطاعة. لذلك نحن أحوج ما نكون أن ندعو الله عز وجل ليوفقنا في طريق الاستقامة والهداية إليه، وهذا من الأصول الدينية. مثلا في سورة الفاتحة من دعاء عباد الله الصالحين: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي أننا نحتاج أن نكرر ونعود كل نهار 17 مرة في الصلوات هذا الدعاء. لماذا؟ لأن الهداية بيد الله عز وجل، والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كذلك لنا اهتماماتنا في الحياة، كنبغي الزوجة الصالحة، كنبغي البيت الواسع، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أحالنا على هذه الأمور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من سعادة الرجل: الزوجة الصالحة، والبيت الواسع، والمركب الهنيء. إذا كلنا عندنا هذه الأمنيات، وربما الدنيا تضيق وتتعذر علينا هذه السبل، فالله عز وجل هو الذي يقول لنا: كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. لذلك الإنسان إذا سأل الله عز وجل ودعاه بنية وصدق وإخلاص، حاشا لله عز وجل ألا يعطيه حاجته. ثم الإنسان ربما تتناوبه المصائب والمشكلات في الحياة، إنسان يمرض، الإنسان ربما يموت له عزيز، الإنسان ربما تصيب فاقة وفقر وحاجة. لماذا لا يتوجه الإنسان بالدعاء لله عز وجل؟ والله عز وجل أقرب لأحدنا من حبل الوريد. وانظروا إلى قول الله عز وجل في هذه الآية الجميلة الجليلة التي تشد إلى مثلها الرحال. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني، أي يا محمد إذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا نفهم هذه الآية إلا إذا عدنا إلى مثيلاتها في القرآن الكريم. فها هو الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله قومه: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى. إلا في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني، فما دام السؤال عن الله بما هو مجيب قريب، معطي للأمنيات، ملبي للاحتياجات، رافع للبلاءات، فإن الله عز وجل هنا يرفع واسطة النبي. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعني، يعني إذا دعا أرفع يده، طلب مني أعطيه إن شاء الله عز وجل، أجيب دعوة الداعي. وانظروا لم يقل المؤمن ولا التقي ولا الولي الصالح، أجيب دعوة الداعي. وكما ورد في القرآن الكريم أن فئة من الكفار البعيدين عن الله عز وجل عندما اشتد بهم البحر وكادوا أن يغرقوا، رفعوا يدهم الله عز وجل، دعوه فإذا به ينجيهم. لذلك الإنسان عليه أن يسأل الله. انطلاقا من هذه الآية قال لك أحد الصالحين: لا تستحي إذا كنت ذا معصية من أن ترفع يدك إلى الله عز وجل. الإنسان ربما كيدير معاصية، ربما كيأخر وقت الصلوات، فكيستحي، كيقول أنا أرفع يدي الله عز وجل ما يجاوبنيش ما يعطينيش. كيقول هذا أحد الصالحين: لا تستحي من سؤال الله عز وجل وإن كنت ذا معصية. فها هو إبليس سأل الله فقال: فأنظرني إلى يوم يبعثون. فأجابه الله عز وجل. فأنت أولى أخي في الله. الله عز وجل إذا أعطى الإبليس الأمنية دياله، ألا يعطيك أنت وأنت المؤمن الذي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك ورد في الأثر أن من لم يسأل الله يغضب عليه. يعني أنت إذا ما طلبتيش حاجتك من الله، إذا ما رفعتيش يدك بالدعاء إلى الله عز وجل، الله يغضب عليك. ولمثل هذا مثل الشاعر قائلا: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أنت مثلا اللي مشيت شي واحد طلبتيه باستمرار، الأب ديالك ولا الأم ديالك ولا الصديق ديالك المقرب، طلبتي منه شي حاجة وبقيتي تعاود عليه تعاود عليه، شكيوقع يغضب منك. لكن الله عز وجل عكس هذا. إذا أنت لم تسأله، إذا أنت لم تدعوه، إذا أنت لم ترفع له أكف الضراعة،
فهو سبحانه وتعالى يغضب عليك. لذلك ما أحوجنا اليوم في هذا الزمان الذي اشتدت فيه الكروب واشتدت فيه الأحزان وارتفعت فيه قيم الحياة المادية أن نتوجه إلى الله بالدعاء، فالله عز وجل يجيبنا في كل ما نسأله، ولذلك شروطا لعلنا نقف معها. إذا كان هذا كل الفضل في الدعاء والتأكيد على أن الأمنيات تتحقق وأن البلاءات ترتفع بالدعاء، فكيف السبيل إلى هذا الدعاء؟ لذلك العلماء قالوا أن هذا الدعاء له شروط، يعني شروط يجب أن يأتي بها الإنسان. مثلا إنسان إذا بغى يخدم في واحد المهنة ولا يقرأ واحد التخصص، أكيد خصو يأخذ واحد مجموعة الشروط اللي كتسمح له أنه يأخذ هذا الأمر هذا. كذلك الدعاء، الله عز وجل جعل له شروطا لكي يستجاب. أول هذه الشروط اليقين في الإجابة، يعني الإنسان يدعو الله عز وجل وهو موقن أن الله يعطيه حاجته. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة، يعني ولا يقول أحدكم حين يسأل الله اللهم أعطني هذا الشيء إن شئت، لا أبدا، اعزموا في الإجابة. يعني الإنسان يسأل الله عز وجل وهو متيقن، يعني في تمام اليقين ومتأكد أن الله يجيب حاجته، لأن الله عز وجل ملك الملك، الله قادر على كل شيء، يرفع القسط ويضعه، يعز أقواما ويدل آخرين، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، بل هو سبحانه وتعالى أمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أفتصعب عليه حاجتك؟ إنسان يسأل الله عز وجل وما يقولش هذا الأمر عظيم، لا أبدا، أنت تسأل الله وفي قلبك يقين تام بأن الله عز وجل يجيبك. إذا هذا هو الشرط الأول، اليقين في الإجابة، مش كنجرب الله، لا أبدا، أسأل الله وأنا متأكد وعلى يقين أن الله يعطيني مهما سألت ومهما كان البلاء. الأمر الآخر هو عدم الاستعجال، الشرط الثاني هو عدم الاستعجال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحد سألت الله وسألته فلم أرى يستجيب لي. لكن الإنسان عليه أن يصبر، عليه أن يدعو الله عز وجل ولا يستعجل، لأن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد، بل الله عز وجل ربما قد يؤخر لك إجابة دعائك لمصلحتك. الإنسان ربما يطلب سيارة يعطيها لله عز وجل يدير بها حادثة، فالله عز وجل يؤخر لك هذه السيارة حتى تستطيع التعامل معها بمقتضى الحكمة. الإنسان ربما يطلب زوجة، الله عز وجل يسر له هذا الأمر الزواج، تكون ذلك الزوجة سبب الشقاء والحزن، والله عز وجل يؤخر لك الإجابة حتى تلتقي الزوجة التي تصبر معك على البلاء وتعينك على طاعة الله عز وجل. كذلك قس على هذا الأمر كل أمور الحياة. لذلك الإنسان يجب أن يدعو الله عز وجل ولا يستعجل، يعني الإنسان يدعو وينتظر، فالله عز وجل سيجيبه متى شاء. ثم الشرط الثالث، الإنسان عليه أن لا يدعو بمعصية ولا قطعة رحم. الإنسان ربما يقع له تشنج مع الأخ دياله ولا مع الصديق دياله، يمشي يدعي عليه الله ينزل عليه المصيبة، ولا لا أبدا، الله عز وجل لا يستجيب مثل هذا الدعاء، لأن الدعاء إذا كان فيه معصية ولا الإنسان بغي يصلي واحد المعصية مثلا الزنا أو يعني مال حرام وكيدعي الله عز وجل، ولا الله عز وجل لا يستجيب لمثل هذا الدعاء، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك هذه الشروط إذا الإنسان أتى بها وفعلها أكيد الله عز وجل يستجيب له. وقال العلماء كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستجابة تكون على ثلاثة الأشكال، إما أن يعجل لك ما دعوته في الدنيا، الإنسان يسأل الله عز وجل ينجاح، يحصل على عمل، يحصل على شيء معين، الله عز وجل يعطيه بمقتضى هذا الدعاء ما طلبه في الدنيا، أو أن يدفع عنه من البلاء بمثلها. مثل الإنسان كيكون كيسأل الله عز وجل شي حاجة باغيها وكتكون واحد المصيبة تنزل عليه، فالله عز وجل بتلك الدعوة التي رفعها إلى الله عز وجل يخفف الله عنه من المصيبة أو ربما يدفعه عنه. ثم الأمر الأخير هو أن يدخر الله لك أجر الدعاء إلى الآخرة، يعني الإنسان عندما يسأل الله عز وجل كيدعيه الله عز وجل كيدخر له ذاك الدعوة حتى ليوم القيامة. ورد في الأثر أن رجلا يأتي يوم القيامة فينظر إلى ثواب الدعاء الذي ظن أنه لم يستجب له في الدنيا، يعني هو اعتقد أن الله ما استجبلوش من ناحية المادية، ذاك الشيء اللي كان كيدعي به ما خداش، لكن كيجي يوم القيامة وكيلقى حسنات وثواب وأجر، كيتمنى أن الله ما استجب له حتى حاجة في الدنيا بالمنطق المادي الإنساني ديالنا. هذه هي الشروط. أما الآداب التي قالها العلماء في تحقق الدعاء، هذه من المكملات، يعني الأمور اللي كنزينوا بها الدعاء، قال العلماء أن يكون الداعي على وضوء، إنسان يتوضأ. قال العلماء أن يستقبل القبلة، يعني الإنسان يجلس مستقبل القبلة كأنه في هيئة الصلاة. قال العلماء كذلك
من هذه الشروط أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويبتدئ دعاءه بالحمد والثناء على الله، الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد، هذه الأمور الجميلة والجليلة. ثم قال العلماء من الآداب كذلك أن يقدم بين يديه صدقة، الإنسان قبل ما يدعي يتصدق، لأن كنعرفوا جميعا أن من موانع استجابة الدعاء المال الحرام، فالإنسان عندما يتصدق الله يطهر ماله من الحرام فيستجاب له. والحديث في هذا واضح، رب أشعة أغبر ذي طمرين، يعني يقول يا رب يا رب والله لا يستجيب له، لأن مال طعامه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فمثل هذا لا يستجاب له. لذلك أوصيكم ونفسي بأن ندعو الله عز وجل بيقين تام، ووالله إن الله يعطينا ما نسأله ويرفع عنا البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إلى لقاء قادم طابت لكم الأفراح، وكنتم من الله تعالى أقرب.